ضربة قوية تلقتها دولة عبد القادر بن صالح خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي سارع في دعوة الهيئة الناخبة تحسبا لرئاسية 2019 والمقرر إجراؤها يوم الرابع جويليا المقبل. القضاة وخلال وقفة احتجاجية لهم بمقر وزارة العدل أكدوا على التزامهم الدائم بمطالب الشعب الجزائري والمتمثلة في رحيل رموز النظام السابق وتنظيم انتخابات رئاسية عادلة، ودعما لمطالب الشعب التي عبر عنها من خلال حراكه الإيجابي المستمر، وخاصة جمعة الأمس. فإننا نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر فإننا نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر قررنا ولا رجعت في ذلك قررنا ولا رجعت في ذلك مقاطعة الإشراف عن الانتخابات الرئاسية تنظيمها في الرابع من شهر جويليا 2019. الوقفة الاحتجاجية كانت فرصة أمام القضاة لإفراغ ما بجعبتهم من تصريحات، حيث طالبوا باستقلالية تامة للقضاء مع فتح ملفات الفساد كاملة قصد تطهير البلاد من هذه القضايا الشائكة التي كانت في وقت قريب فقط من المحرمات. هناك مؤسسات في الدولة، كل مؤسسة لها صلاحيتها وفق ما حدده الدستور. لماذا حتى ننتظر مؤسسة من هنا ومؤسسة من هنا تعمل سلطات قضائية لتقوم بإفجاح فساد ملفات النساء؟ أين هي النيابة العامة؟ أين هي رؤساء المجالس؟ هذه صرخة ليست صرخة قاضي، بل صرخة شعب. الشعب يقول لكم افتحوا ملفات الفساد. بركات. العد التنازلي للانتخابات بدأ، والصورة لدى الرأي العام لا تزال غامضة، وذلك في ظل تعنت الباءات الثلاث وإصرارها على البقاء في مناصبها.